حمل مواطنون عراقيون السلطات العراقية المتعاقبة على حكم البلاد في 15 سنة الأخيرة مسؤولية الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، والتي كان آخرها بحسبهم زيارة الرئيس الأمريكي دون لقاء المسؤولين العراقيين. اعتداء على سيادة وطن وتدخل في شؤونه، وإلا هو كيف يسمح أن يزار بلد بدون أن الحكومة تسمح له؟ هذا جانب. الجانب الثاني، يعني أنا أتصور المفروض يكون رد الحكومة رسمي زين برفض هذه المسألة. هذه إهانة للشعب العراقي، إهانة للعراقيين سياسيين أو غير سياسيين، لأنه تعالى أساس تدخل الأجواء العراقية، تدخل الأجواء العراقية وتخترقها وتنزل بيها وتردس وتخطب وتلتقي بجيشك وتطلع بدون استئذان، أو على الأقل بالرغم من انه هذا ترى مقارن الى سليماني اللي يطب ويطلع براحته وهو مطلوب دوليا. ترامب دخل العراق بدون اذن، اذا دخلتم دارا فسلموا على اهلها، احنا اهلنا وينهم؟ السياديين وينهم؟ رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان، شلون دخل ترامب الى العراق؟ اذا اردنا نوجه نقد قبل ان نوجهه لترامب، نوجهه الى حكومتنا العراقيه منذ 2003 لغايه هذا اليوم بسبب فشلها في اداره الدوله والحفاظ على المواطن وسياده البلد.